خليني هنا أرجع علشان نفهم المزيد حول تحليل هذه الكلمة، وكمان حول استقبال العالم لهذه الكلمة، واستقبال أيضا الأوساط الدولية والروسية لهذه الكلمة، مع دكتور عمرو الديب أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي ومدير مركز خبراء رياليست الروسي. أهلا بيك دكتور عمرو. اهلا وسهلا استاذ يوسف، اهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك دكتور عمرو. كيف استقبلت الاوساط الروسيه والاعلام الروسي اولا كلمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم ننتقل الى الاستقبال في الصحافه وفي الاعلام الدولي؟ بالطبع، يعني انا ساتكلم بشكل خاص بمجتمع الخبراء، مجتمع الخبراء الروسي. هايل. تم تداول هذه الكلمة المهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانت هناك بعض التحليلات المهمة. هنا أتحدث عن تطبيق تليجرام. تطبيق تليجرام هو يعد بالخبراء الروس والعديد من القنوات المهمة التي يتابعها الملايين داخل التطبيق، تحدثوا وناقشوا هذه الكلمة اليوم بشكل أو بآخر. أهم ما في هذه الكلمة هي أنها صادرة من الرئيس المصري، الدولة التي يمكن اعتبارها بكل تأكيد أنها دولة يمكن اعتبارها وسيط نزيه. وسيط نزيه، ومسألة الوسيط النزيه هي مختفية تماما من الساحة العالمية في هذه الأزمة التي نعيشها. الصين مثلا كدولة كبيرة لا يمكن اعتبارها وسيط، ولا يمكن اعتبار الغرب لها وسيط. أيضا الاتحاد الأوروبي، دولة مثل فرنسا، ألمانيا، أيضا لا يمكن اعتبارهم كوسطاء نزهاء في هذه الأزمة الكبيرة التي يعيشها العالم، والتي أكد على أثارها السلبية الكبيرة الرئيس المصري اليوم في قمة هي الأهم منذ جائحة كورونا وحتى الآن. يعني حتى بعد ذلك ستكون هناك قمة العشرين، ولكن قمة المناخ تضم العالم، تضم أكثر من 40,000 مشترك من جميع أنحاء العالم، على رأسهم قادة الدول الكبرى في العالم موجودون الآن في شرم الشيخ واستقبلوا هذه الكلمات. وهنا تكمن أهمية هذه التصريحات الصادرة من الرئيس المصري، تكمن أهميتها في القاعة التي تحدث فيها، في الحدث العالمي التي تم التعبير عنها من خلاله، أيضا تكمن في التوقيت. هذه الفترة يعيش العالم فترة صعبة جدا جدا، سواء على المستوى الاقتصادي وتطرق إليها الرئيس المصري اليوم، أو على المستوى العام، مستوى الأمن العام أو الأمن الدولي العام. وهذا أمر في منتهى الخطورة. هناك تحركات عسكرية من الجانبين، من الجانب الغربي، من الجانب الروسي، حتى من الجانب الصيني، ولا يوجد الوسيط النزيه الذي نتحدث عنه. لذلك تظهر أدوار لدول مثل جمهورية مصر العربية، دولة تاريخية، قيادة سياسية واعية لما يحدث في العالم، ليس لها ميول إلى هذا الطرف أو ذاك، لديها موقف ثابت في كل ما يتصل بهذه الأزمة. وهذا الأمر تتفهمه جيدا القيادة السياسية الروسية هنا ومجتمع الخبراء الروسي أيضا، ونفس الأمر تتفهمه الدول الغربية. وهذا طبعا رأيناه اليوم من التصفيق والدعم المعنوي الكبير الذي رأيناه على وجوه قادة دول العالم في القاعة التي قال فيها الرئيس المصري اليوم هذا التصريح المهم، والرغبة الحقيقية من بالفعل رغبة حقيقية لإنهاء هذه الحرب التي يعاني منها الجميع قبل أن تعاني منها أوكرانيا أو تعاني منها أي دول أخرى. لذلك مسألة إظهار رغبة مصر بأن تكون وسيطا وتصفيق من في القاعة اليوم، يكون أمامنا فرصة كبيرة جدا لأن تكون مصر لاعبة لهذا الدور بمساعدة أشقاء موجودون في المنطقة، وهم أيضا يمكن اعتبارهم من الوسطاء النزيهيين المقبولين لدى الطرفين. كويس. فمسألة هذه الرغبة و قولها على الملأ على جميع انواع وسائل الاعلام العالميه كما حضرتك ذكرت، انا بالفعل قراتها مثلا على CNN وقراتها في العديد من وسائل الاعلام الدوليه،
بشكل شخصي. مجتمع الخبراء الروس أيضا تناول هذه الكلمة بشكل معمق اليوم، اعتبار أن أيضا القيادة السياسية الروسية أو التصريحات الرسمية يمكن أن نراها غدا، وتذكر كلمتي هذه، أيوة. يمكن أن نرى التصريحات الروسية ردا على هذه الكلمة المهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن أن نراها غدا على مستوى التصريحات الرسمية. ولكن مجتمع الخبراء استقبل هذه الكلمة بكل ترحاب، يمكن من خلال ما قرأته اليوم أن يرى في مصر بالفعل الوسيط النزيه الذي يمكن أو يمكنه لعب الدور المهم الذي لا يستطيع أحد لعبه في هذه الفترة. سيكون هناك ترحيب بلا شك، روسيا تثق تماما في القيادة المصرية، وهذا الأمر على لسان الرئيس الروسي. نحن لا نقول آراء ولكن نؤكد على حقائق. الرئيس الروسي منذ أيام فقط أو منذ أسابيع قليل فقط تحدث وأكد على دور القيادة المصرية ودور مصر في السياسة العالمية. صحيح. وبكل صراحة تحدث عن ذلك، ولذلك القيادة الروسية سيكون من جانبها ترحيب كامل بهذه المبادرة. سيكون هناك ترحيب كامل إذا بالفعل ما اتفقت مصر مع أشقائها في المنطقة في لعب هذا الدور النزيه الذي يحتاجه العالم، ولا تحتاجه المنطقة ولا روسيا ولا أوكرانيا ولا أوروبا، يحتاجه صحيح. العالم صحيح صحيح العالم يحتاجه بسرعة شديدة. صحيح يا دكتور، نتمنى ان احنا نرى حضرتك قريب يا دكتور عمرو. كل شكر ليك دكتور عمرو الديب، استاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي ومدير مركز خبراء رياليست الروسي.